السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. من هو سباستيان جوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي الجديد؟ قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. حصل نادي الهلال صباح اليوم الخميس على توقيع اللاعب الإيطالي سباستيان جوفينكو في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ليكون لاعبا ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لمدة 3 سنوات قادمة. وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الصفقة، ولكنه لم يشر إلى المبلغ المدفوع من إدارة الزعيم في اللاعب لصالح ناديه الكندي الذي كان يلعب فيه وهو نادي تورنتو. وقع سمو رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل عقدا مع الإيطالي سباستيان جوفينكو بعقد يمتد ل3 مواسم، وجرت مراسم توقيع عقد اللاعب في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وأضاف الهلال أنهت إدارة النادي إجراءات انتقال جوفينكو مع ناديه تورنتو الكندي بعد تجاوزه الفحص الطبي، ويستعد اللاعب للالتحاق بالتدريبات خلال الأيام القادمة بعد إنهاء الإجراءات الرسمية. وتألق لاعب يوفنتوس السابق بشكل لافق مع فريقه الكندي، حيث لعب خلال الموسم الماضي 38 مباراة في كل البطولات، سجل فيها 18 هدفا بينما قام بصنع 14 هدفا لزملائه، ما يشير إلى قدرته على إحداث الفرق مع فريقه سواء بإحراز الأهداف أو بصناعتها. وإجمالا مع كل الأندية التي لعب لها جوفينكو لعب 382 مباراة، سجل فيها 132 هدفا وصنع 98 أخرى، ولم يحصل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سوى على بطاقة حمراء وحيدة طوال مشواره الاحترافي ولم تكن مباشرة. اللاعب جوفينكو كان من ناشئي نادي يوفنتوس، ووقع معه النادي عقدا احترافيا لينضم إلى الفريق الأول، ولعب لصالح إمبولي وبارما الإيطاليين معا. وفي عام 2015 انتقل إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة نادي تورنتو، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية في الوقت الحالي 5.4 مليون جنيه استرليني. جوفينكو حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي للشباب عام 2005 و2006، وأفضل لاعب في دوري النخبة الأمريكي عام 2015، وهداف بطولة كندا عام 2017، كما مثل المنتخب الإيطالي في بطولة أمم أوروبا 2012 وكأس القارات 2013 والألعاب الأولمبية 2008 وأمم أوروبا تحت 21 عام 2009. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.